بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي، هذه الحلقة خصصتها لاستعراض المراجع والمصادر العلمية اللي الأساس اللي بديت من أدها حتى أكون هذه الفكرة أو النظرية في العلاج والتداوي الأصلي والمعالي. ونقول وبالله التوفيق، أول كتاب تأثرت به هو كتاب دكتور غاري شواتس، وهو أستاذ علم النفس وجراحة الأعصاب وفي جامعة أريزونا، ومشهور وإلى بحوث وعنده مختبر في التجارب العلمية على الحالات النفسية. Our guest speaker, Dr. Gary Schwartz. Gary Schwartz, PhD, is a professor of psychology, medicine, neurology, psychiatry, and surgery at the University of Arizona. And he's the director of the Human Energy Systems Laboratory. He has published more than 450 scientific papers, including 6 papers on the journal Science, which is the most renowned journal in medicine. He co-edited 11 academic books and is the author of The Energy Healing Experiments, published in 2007, How Science is Discovering Spiritus Collaboration with Us in Our Daily Lives, was published in 2010. And what I'm going to do is I'm going to focus on one area of this work, which has to do with the concept of energy and our detection of energy and how it relates to spirit and how it relates to the future awakening of humanity, that is, i.e., in the physical, about the importance of the greater spiritual reality and our role in it. وكتابة أثر بي كثيرا، وطبعا من عند انطلقت وقرأت في كتب وأساتذة آخرين مثل الدكتور روس ليبتون اللي حاول يربط بين العلوم البيولوجية وفكرة أنه كل شيء هو موجود في أجسامنا وتتأثر بالمؤثرات الخارجية، وكذلك الدكتور داوسون تشيرش أيضا في كتبه. هذه كلها من الأساتذة المعاصرين الحاليين اللي يؤيدون ما أطرحه من أفكار علمية بهذه النظرية. واللي يحب هذه المصادر أمامكم الآن كما تشاهدونها، وتستطيعون أن تتابعوا وتشاهدوا أيضا فيديوهات عنهم وأفكارهم وآرائهم للمزيد، لمن يحب أن يدخل في المزيد من التفاصيل. وبالنسبة يعني الأصل العلمي اللي نشأ كل شيء هم طبعا أجدادنا العرب، بدءا من الغزالي رحمه الله، أبو حامد الغزالي، وابن قيم الجوزية كما ذكرتها في الحلقات السابقة، وابن سينا أيضا اللي أجرى تجارب الأولى عن الحالات النفسية وعلاجها. فهذه كلها كأنها تصب في مفهوم علم النفس المعاصر وتطورات هذا العلم واشتقاقاته بما فيها الباراسايكولوجي. وسنأتي في حلقات إن شاء الله مفصلة حول هذا الموضوع. يكفي أنه نستعرض أمامكم هذه الكتب والمراجع وماذا قالوا وكيف أنها تثبت ما أقوله من أنه النفس هي الأصل أو المدار اللي يدور حوله، يعني الجسم ينشأ وتنشأ مع النفس، ثم بعد ذلك عندما يولد الإنسان تصبح النفس هي الرابطة الأساسية، لأنه ذكرنا في الحلقات السابقة أن الروح تنفخ في النفس مع الجسد في الجنين. فبما أنه الروح اللي يعني أنا صنفتها كفكرة أنه هي البرمجيات، فكأنه البرمجيات المتقدمة هي التي يمنعها الله سبحانه وتعالى في الروح، هذه الروح هي اللي مدار كل شيء. وبما أنها هي ترتبط بالنفس ارتباطا تاما، فجاز أو من ناحية المجاز نقول أنه الروح والنفس، كأن إن أطلقنا كلمة روح فهي تشمل النفس معا، وإن قلنا النفس فهي تشمل الروح معا، لأنها منذ أن يخلق الإنسان تندمج مع و لا يمكن فصلها حتى بعد الموت. فالروح
تخلد مع النفس، الروح والنفس خالدة، هكذا حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه، والأحاديث النبوية تؤيد هذا الكلام. والجسد هو فقط اللي يموت ويفنى ويتحول إلى تراب، ثم عند البعث تأتي النفس فهي خالدة مع الروح، ثم يبنى على النفس الجسد في أفضل حالاته أو أسوأ حالاته، والله أعلم. أرجو أن تشاهدوا وتتمتعوا معي، للمهتمين الأخوة الباحثين اللي يحبون أن يشتركون معنا، هذه المعلومات أمامكم، تستطيعون أن توقفون الفيديو في أي لحظة وتقرؤون بالتفاصيل إن أحببتم، والمصادر أيضا سأتركها في وصف الفيديو مباشرة، بمجرد أن تضغط على الوصف وقرأ المزيد أو read more راح تلقون هذه اللينكات للمواقع اللي أنا اعتمدتها كأصل علمي بنيت عليه هذه الفكرة. إن شاء الله في الحلقة القادمة المزيد من هذه التفاصيل وأهميتها، حيث سنبدأ مع مسألة لماذا إن شاء الله أهمية أنه الأرض كائن حي، ولماذا هي حي، وما فائدتها إن وما علاقتها أيضا بالنفس الإنسانية. فتابعونا إن شاء الله، استودعكم الله وأنتم ونحن بصحة وعافية وإيمان، إلى اللقاء، والسلام عليكم.